نهائي كبير بين فريقين كبيرين. خلينا نقولوا بأن الفائز الأكبر هي كرة القدم المصرية المغربية، لأن النهائي كان في المستوى وكانت روح رياضية وكان احتفال كبير. هذا على المستوى الظاهر، ولكن على المستوى الميدان الزمالك نقولوا له يستحق الانتصار، نقولوا له مبروك وألف مبروك وهارد لك لنهضة بركان اللي فعلا قدم واحد المباراة كبيرة. ولكن هذه سنة كرة القدم، فيها خاطر فيها منهزم ونحن نتحمل الهزيمة ونهنئوا الزمالك المصري. أنا لحد الساعة ما خدمتش نهضة بركان كما نتوقع أفضل، لأنها خدمت مباريات منافسات أفريقية، خدمت مباريات كبيرة ما كانش في المستوى اللي كنا ننتظروا منه، اللي خلى الشيء اللي خلى الزمالك المصري يفرض ايقاعه في المباراه. نهضه بركان يعني الفا من مدينه صغيره خرج الى الساحه الكبيره، يعني نهضه بركان الف الالقاب، الف المشاركه الافريقيه، الف المنافسه على البطوله الوطنيه، باش نكونوا واقعيين. يعني الفريق يقولوا له هل البنجوق جالب، لانه من مدينة صغيرة أصبح له اسم مكانة. الزمالك صراحة ماشي هذا المستوى ديالو، أنا كنعرف الزمالك أقوى بكثير من إيقاعه المستوى ديالو، إذا تلقينا فيه على السطح الإفريقي نظرات الاستعداء تطلع على هذا المستوى. لا أعتقد، شكرا أمام الأهلي من فريق منظم